فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها. هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. وفي هذه القصة عبرة، هو أن هؤلاء ركبوا وذهبوا إلى بلدة هالكة قد هلك أهلها وخربت، فسأل عنها سأل صاحبه عنها: هل تعرفها؟ قال: نعم، أعرفها وأعرف أهلها. وذكر أنهم عصوا الله عز وجل وخالفوا أوامره فدمرها الله عليهم، وهذا من باب العبرة والاتعاظ بأحوال السابقين. والله جل وعلا أمرنا أن نعتبر بأحوال السابقين وبديار الهالكين من أجل أن نجتنب ما فعلوه، لأن لا يحل بنا ما حل بهم. وليس المراد بالتجوال على الآثار تعظيم السابقين وأنهم أهل حضارة وأنهم، وللمراد الاعتبار والاتعاظ. ولهذا ينبغي للإنسان لا يدخل هذه الديار إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون باكيا خشية أن يصيبه ما أصابهم. فهؤلاء ذكر الراوي أنهم أهل حسد، وأن الحسد حملهم على البغي، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، وهو صفة إبليس حينما حسد آدم عليه السلام، وصفة اليهود حينما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وصفة أحد ابني آدم لما قتل أخاه من الحسد. فالحسد يحمل على البغي، ها هو حمل إبليس على أن بغى وتكبر عن أمر الله عز وجل وكفر بالله عز وجل، وها هو حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه، وها هو حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالحسد يحمل على البغي، والبغي هو التعدي على الناس بدمائهم وأموالهم وأبدانهم وأعراضهم، هذا هو البغي، والبغي مرتعه وخيم وسببه الحسد.